عسلامة، أنا أحلام طالبة بالمدرسة الوطنية العليا المهندسة بتونس لونسيت. نحب نوجه صوتي وصوت زملائي للناس المعنية بالأمر، رئيس الحكومة ولا وزير التعليم العالي، لو قالنا حل على الأساتذة اللي مضربين عن مناقشة مشاريع التخرج من أول العام الدراسي للتو لأسباب يقولوا مادية ومشاكل عالقة مع الوزارة، ما صابوا لهمش فلوسهم ولا شنية الحكاية. نحبوكم تلقاونا حل وتوصلنا صوتنا باش نعملوا ليسة نص نتاعنا ونفرحوا والدينا. ديجا احنا اللي كل الوحيدة في تونس ما تخرجتش لتوا، علاش شنو ذنبنا احنا في امور احنا ما عندناش فيها دخل؟ القاو حل في بعضكم، وعلاش ديما ليتيديون هو اللي يدفع الثمن؟ القاو حل في بعضكم وعملونا ليسة نص نتاعنا وخلينا نتخرجوا ونفرحوا كيف الناس.